السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. صفحة 115 سورة المائدة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا الجلسة الصحيحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. لا إله إلا الله. طيب، سماعون، انتبه، عون وليس عون، عون، سماعون، جاءوك، تحقيق الهمزات في قراءة حفص، انتبهوا لها، أو وليس أو، أو وليس أو، في فرق، أو شايفين كيف؟ أو أو. أعرض أعرض من هنا، تعرض تعرض. جيبوا لي صوت
رخاوة الضاد. انتبهوا. يضو يا يضو يضروك يا يضو ضرو. في فرق بين تفخيم الضاد المطبق والراء المنفتح. انتبهوا. بالقسط المقسطي طين. انتبهوا. تفخيم وترقيق أكثر شيء بتغلطوا فيه. والإمالة، والإمالة سهلة، في فيديو كامل عن الإمالة أنا منزلاه وكيف تصحح الإمالة، والحمد لله جاب نتيجة مع كثير مع الناس. طيب، وما أولئك، الألفات لا تتكئي أبدا على فكك السفلي نهائي أو على لسانك أو على أي شيء من هاي المنطقة الألف، بس مدي صوت الفتحة. وما شفتوا كيف؟ أولى. أنت عملتي لا لا لا، مدي صوتك بس من غير ما تعملي أي حركة تانية في الفك، تخليك يصير عندك إمالة. والربانيو الياء المشددة، الراء المشددة. والربانيون بما استحفظوا قصاص صاطي. القاف هنا مفخمة، نعم، تفخيم نسبي، ما تحاول قي، لا قي قي قصاص. تمام. ت تصا ت تصد. انتبهوا للدال الأولى، الدال الأولى ممكن تطلع معك ضاد وانت مش منتبهة. ت تصا تصدق. ملاحظين انه في كل التفخيمات ما بحركش هنا اي حركة، كله جوا في الداخل. ارجعوا للتفخيم، طريقة التفخيم. اولئك هم الظالمون. نسأل الله العفو والعافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى اللقاء.